احنا رجاله ان احنا ان شاء الله بفضلهم وبفضل مجهودهم وبفضل وجودهم في هذا البيزنس المهم جدا للاقتصاد المصري، ان شاء الله يعود هذا النشاط مره ثانيه وتعود السياحه لمصر مره ثانيه، وبنهني مصر كلها بتولي المشير عبد الفتاح السيسي رئاسه الجمهوريه. وبرضه عايزين نتحدث معاكم ان شاء الله. يعني 50 60 70 80 90 تمام. بعد ما بنخلص الباتس بتاعتنا خالص في حاجه اسمها السيفتي ستوب. السيفتي ستوب اللي هو الوقت اللي بتاخدوه بالراحه قبل ما بتطلع، اللي هو 5 متر 3 دقائق. بعد ما اخلص السيفتي خالص هاجي تحت المركب او في المركب بشويه اقول لك وقف على 5 متر 3 دقائق في الراحه. طبعا واحنا طالعين لو طلعنا وما لقيناش المركب بتاعنا ما بنطلعش طبعا وسط البحر المفتوح، بنيجي جنب الشعب خالص ومجايين ايه طالعين. لقينا المركب يبقى لقينا الحبل اللي هو الساين بتاع المركب بتاعنا، نقدر ان احنا نبدا. دلوقتي احنا هنبدا نلبس، هتشوف العده بتاعتك تركبها التك بتاعك والهواء وكل حاجه، وبعد كده هنبدا المجايين رايحين نسافر. هتبقى كروبات صوروها بقى عشان محدش بيعرف يعملها. النهارده ان شاء الله يوم جميل، ده حدث جميل جدا، ومنه بنعرف الناس بالبحر الاحمر ومنه بنجمع الغطاسين كلها في مكان واحد. واتمنى ان شاء الله اليوم ده يعدي ان شاء الله. Bye.
دولفين اند شارك تيرتر Thank you.